ذات البقيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا لانقطاع أنا الاتصال معكم. أعتذر أيضا على انقطاع الاتصال. نعم تفضل يا أخي. كنت أتحدث عن يوم الاثنين، تحدثنا عن يوم الجمعة وما فعلوه بقوات الأمن، وعن يوم السبت والتجمع والأعداد التي بدأت تزيد. يوم الاثنين والتوقيت كنت أشاهد عندما انقطع التليفون مشهد أعدتموه كثيرا. نعم. وهذا هو أهم مشهد حصل في يوم الاثنين، وكان في حقيقة الأمر أمر مقصود، يعني ألا وهو وهذا التوقيت تحديدا بعد صلاة العصر. نعم. ما حصل أنه أخذ الشيعة الإمامية يحاولون استفزاز المسلمين في البقيع، وتحديدا يحاولوا استفزاز الهيئة من أجل جرها إلى محاولة يعني تشابك بالأيدي. نعم. بدأوا يرسلون أطفالهم الصغار لنبش قبر أم البنين، والمشهد الذي نشاهده أكيد هو أكيد هذا. قبر أم البنين وهي نعم. زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أكيد تحديد هذا المكان. نعم. يعني كما ظهر للمشاهدين. نعم. قبر عبارة عن شكل مربع ارتفاع أضلاعه قرابة النصف متر. أرسلوا في البداية أطفالهم لجث النبض، عندما شاهدوا أن لم يكن هنالك أي ردة فعل، وهم كانوا يعني على ما فهمت بعد ذلك أنهم كانوا يحاولون أن يعترض عليهم عضو الهيئة ثم يقومون يضربونه، لكن عضو الهيئة كما فهمت فيما بعد، لأني زرت الهيئة واستفسرت عن أين كان عضو الهيئة في هذه اللحظة، قال لي عضو الهيئة بالحرف الواحد، قال عندما شاهدنا هذا الوضع عرفنا أن الأمور وراءها أمور أعظم. نعم. فقررت أنا ومن معي أن ننسحب من الموقع وأن نعم هذا هو المشهد الذي تقصده. ما حصل نعم أنهم أرسلوا أطفالهم لجث النبض، عندما شاهدوا أن الأمر ميسر وكانوا أعداد كبيرة. نعم. أخذ هم وأطفالهم وهم وصغارهم بالوطئ على قبور الموتى والذهاب إلى قبر أم البنين، وأخذ التراب وجمعوا في جيوبهم، وأخذت الصيحات كما نعم. تسمعونها من خلال التسجيل، وجميع التسجيل هذا كان نعم يشاهد مشاهدون نعم. الآن هذا المشهد. نعم هذا المشهد هو قبر أم البنين، هذا الذي في داخل الموقع الآن. نعم. هم يأخذون التراب ويضعونه في جيوبهم. نعم. لو لاحظنا هنالك أيضا مقطع آخر. أكمل يا أخي تفضل. نعم يعني للمرة الثانية ينقطع الاتصال، فعذرا وأعود إلى شيخ الجليل. كنا نقول هل هذا من الإسلام؟ يعني أنا كنت أسأل لماذا يأخذون التراب، فبينتم لي أنهم يأخذونه تبركا، أم أن الأمر أمر مختلف؟ هو هذا الأصل أنه يأخذونه تبركا. نعم. لكن هم يتجاوزون قضية التبرك، يعني بالنسبة للتراب الحسين يأكلونه يستشفون منه به يعني، وأن لهم أن يحصلوا على تراب الحسين. هم يدعون هذه تجارة. نعم. هناك أناس يتاجرون بالعقول، أناس يتاجرون بالتراب، أناس يتاجرون بالأعراض، تجارات الناس تختلف وتتفاوت. نعم. فالقصد أن هناك من يتاجر بمثل هذه الأمور فيدعون أن هذا تراب أصابه دم الحسين فهو تراب مبارك ثم يؤخذ، والآن تراب أم البنين زوجة أمير المؤمنين علي وهي أم العباس بن علي بن أبي طالب. طيب، ويعتقدون أن مثل هذه الأمور تنفعهم من دون الله تبارك وتعالى. نعم. يعني قليلا ما تسمع أحدهم يلجأ إلى الله، بل حتى في هذه الأحداث ينادون يا رسول الله يا رسول الله أين يا الله. نعم. حتى لا ينادون الله ولا يستجيرون به ولا يلجأون إليه، وإنما يلجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون الله جل وعلا. فالقصد أن يعني هذه الأحداث لا شك أنها لا تمت إلى الإسلام بصلة. نعم. والله الحمد والمنة، يعني هذه الأحداث على ما أساءت إلينا وأحزنتنا بحيث يعني دخولهم إلى البقيع بهذه الطريقة، وهذا الله أعلم بما لم نره ولم ما لم نسمع عنه. نعم. في ذلك اليوم، إلا إني أعتقد أيضا أن الإنسان يحمد ربه تبارك وتعالى هداه إلى السنة الصحيحة والطريقة المستقيمة. نعم. يعني واحد لا يعرف صواب ما هو عليه إلا إذا رأى أمثال هؤلاء. نعم. الحمقى كيف. نعم. يتصرفون مع الأتربة وكيف يحملونها في جيوبهم، هذا على أن التراب قد تغير ودارت عليه سنوات قريب من 1400 سنة. وكيف يدنسون البقاع الطاهرة وكيف يتعدون على الموتى؟ أي موتى؟ هم لا يعدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين دفنوا في البقيع يعني أطهارا، هم يعدونهم أنجاسا، لذلك لا مانع عندهم
من أن يدوسوا على أمثال هذه القبور وعلى أن يهينوها وغير ذلك من الأمور؟ نعم. هم لا يقدسون هذه القبور أصلا. نعم. إذن دعنا شيخنا نبين لإخواننا هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأت كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الوحي الرؤيا الصالحة يراها في النوم، ثم تكون مثل فلق الصبح، هذا أول الأمر. نعم. طبعا عائشة رضي الله عنها قد يقول قال ما رأت هذه الأحداث، ما ولدت بعد في هذه الأحداث. نعم. يعني ولدت بعد ذلك بسنوات. نعم. رضي الله عنها. ولكن الصحابة يحدث بعضهم بعضا، فهي سمعت ممن حضر هذه الأمور، إما حدثها أبوها أبو بكر أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو فاطمة مثل الخطاب، أو غيرهم ممن أدرك هذه الفترة. نعم. فكان يرى الرؤيا في النوم ثم تكون مثل فلق الصبح، وذلك هذا يعني إرهاص من الله تبارك وتعالى أنك نبي. نعم. وأن الرؤيا التي تراها هي وحي من الله تبارك وتعالى. وذلك عندما يعني يذكر أهل العلم أنواع الوحي يذكرون منها الرؤيا الصادقة. نعم. الرؤيا يعني يرى النبي شيئا في المنام فيكون وحيا من عند الله تبارك وتعالى، كما أوحى الله إلى إبراهيم لما أمره أن يذبح ولده إسماعيل. نعم. مثلا. فهذا أول شيء. ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء عليه الصلاة والسلام، يحب أن ينفرد يتأمل في هذا الكون، فكان يذهب إلى غار حراء صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يتحنث يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، يجلس هناك في هذا الغار. نعم. صلوات ربي وسلامه عليه. واستمر على هذا فترة من الزمن حتى كان اليوم الذي قدره الله تبارك وتعالى أن ينعم به على البشرية بهذا الرجل الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فأرسل الله إليه جبريل فدخل عليه الغار، فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله عليه وهو في وحدته وخلوته صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يقول له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة لأنه أمي عليه الصلاة هو والسلام. الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو أمي صلى الله عليه وسلم، ويقول نحن أمة أمية. نعم. الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، لا نكتب ولا نحسب. فالقصد قال لا لست بقارئ أو ما أنا بقارئ، قال فضمني ضما شديدا ثم أطلقني فقال اقرأ. نعم. فقلت ما أنا بقارئ، فضمني الثانية أشد من الأولى ثم أرسلني وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، ثم ضمني الثالثة أشد من الثانية ثم أطلقني وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. ثم اختفى.